أعزائي الطلاب والطالبات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أرحب بكم في خدمة دروس المرحلة الدراسية الثاني المتوسط، الفصل الدراسي الثاني، المادة لغتي الخالدة. موضوع الدرس: الصنف اللغوي، الاسم المقصور والاسم المنقوص، إعراب الاسم المقصور والمنقوص. يسعى هذا الدرس أيها الأحبة إلى تحقيق الأهداف التالية: أولاً، معرفة علامات إعراب الاسم المقصور والمنقوص. ثانياً، صياغة جمل تحوي الاسم المقصور والمنقوص. ثالثاً، التفريق بين الاسم المقصور والمنقوص. فهيا معاً لتحقيق هذه الأهداف. عزيزي الطالب، قبل أن نبحر بين جنبات هذه الوحدة، يتبادر إلى الذهن هذا السؤال: ما الفرق بين الناجح والفاشل؟ ما الإجابة يا أحبة؟ نفكر قليلاً. الفرق بين الناجح والفاشل أن الناجح دائماً هو الأكثر صبراً والأكثر جلداً وتصميماً واستمراراً والأكثر تفاؤلاً وأملاً، بينما الفاشل غير مجد في عمله. أحسنتم عزيزي الطالب، ما نوع الكلمة التالية؟ القاضي، الخيارات: الخيار الأول منقوص، الخيار الثاني مقصور. ما الإجابة يا أحبة؟ نفكر قليلا. منقوص، أحسنتم عزيزي الطالب. ما تعريف الاسم المنقوص؟ ما الإجابة؟ نفكر. هو الذي ينتهي بياء لازمة مكسور ما قبلها، أحسنتم. القاضي، الحرف الأخير ياء سبق بحرف مكسور. عزيزي الطالب، أستخدم الرمزين صح وخطأ في تحديد ما ينتمي أو لا ينتمي مما تحته خط إلى مجموعة الاسم المقصور. عندما تضج صدور الشباب بالأحلام، يجب أن يكونوا أعلى من أحلامهم. أعلى، أعلى، هل تنتمي إلى مجموعة الاسم المقصور أم لا؟ أعلى. ما الإجابة يا أحبة؟ نفكر قليلا. نعم تنتمي. عزيزي الطالب، ما تعريف الاسم المقصور؟ ما الإجابة يا أحبة؟ هو الذي ينتهي بألف لازمة مفتوح ما قبلها، أحسنتم. أعلى الحرف الأخير على صورة الياء غير منقوطة سبق بحرف مفتوح، أحسنتم. تذكر أيها الشاب أن شعار الدفاع المدني هو السلامة. المدني، المدني، هل ينتمي إلى مجموعة الاسم المقصور أم لا؟ المدني، ما الإجابة يا أحبة؟ لا ينتمي. لماذا؟ ما السبب في كونه لا ينتمي إلى مجموعة الاسم المقصور؟ لأنه اسم منقوص، أحسنتم. ما تعريف الاسم المنقوص؟ هو الذي ينتهي بياء لازمة مكسور ما قبلها. المدني، الحرف الأخير ياء سبق بحرف مكسور، أحسنتم. تمسكوا بالعروة الوثقى. الوثقى، هل تنتمي إلى مجموعة الاسم المقصور أم لا؟ وما السبب؟ نفكر قليلا. تنتمي، أحسنتم. لماذا؟ الحرف الأخير على صورة الياء غير منقوطة
سبق بحرف مفتوح، وكما تعلمنا في السابق بأن الاسم المقصور هو الذي ينتهي بألف اللازمة مفتوح ما قبلها. أحسنتم. على الشباب عندما يتحدث الأجداد عن روعة الماضي ألا يسخروا. الماضي، الماضي، هل تنتمي إلى مجموعة الاسم المقصور أم لا؟ الماضي، ما الإجابة يا أحبة؟ نفكر قليلا. لا تنتمي. لماذا؟ ما السبب يا ترى؟ لأنه اسم منقوص. وما تعريف الاسم المنقوص؟ هو الذي ينتهي بياء لازمة مكسور ما قبلها. إذن الماضي الحرف الأخير حرف الياء سبق بحرف مكسور. أحسنتم. كل مجتهد يستطيع أن يوجد في نفسه هوى لشيء يطمح إليه. هل تنتمي إلى مجموعة الاسم المقصور أم لا؟ ما الإجابة يا أحبة؟ نفكر قليلا. تنتمي. أحسنتم. الحرف الأخير على صورة الياء غير المنقوطة سبق بحرف مفتوح، وكما أشرنا بأن الاسم المقصور هو الذي ينتهي بألف اللازمة مفتوح ما قبلها. عزيزي الطالب، ما إعراب الاسم المقصور؟ ما إعراب الاسم المقصور؟ ما الإجابة؟ نفكر قليلا. الاسم المقصور يرفع بالضمة المقدرة، ينصب بالفتحة المقدرة، يجر بالكسرة المقدرة، يمنع ظهورها التعذر، يمنع ظهورها التعذر. أحسنتم. عزيزي الطالب، ما إعراب الاسم المقصور في كل مثال مما يأتي؟ العصا لمن عصى. العصا، ما الإجابة يا أحبة؟ نفكر قليلا. مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الضمة المقدرة على الألف للتعذر. أحسنتم. العصا الحرف الأخير ألف قائمة وسبق بحرف مفتوح. أحسنتم. قال تعالى: ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح. الدنيا، ما إعراب الدنيا؟ ما الإجابة يا أحبة؟ نفكر قليلا. نعت منصوب وعلامة نصبه الفتحة المقدرة على الألف للتعذر. أحسنتم. الدنيا الحرف الأخير ألف قائمة سبق بحرف مفتوح. إذن نقول عن اسم مقصور: زرت المريض في المستشفى. زرت المريض في المستشفى، ما إعراب المستشفى؟ ما الإجابة يا أحبة؟ نفكر قليلا. اسم مجرور بفي وعلامة جره الكسرة المقدرة على آخره، منع من ظهورها التعذر. أحسنتم. المستشفى اسم مقصور. لماذا؟ الحرف الأخير على صورة ياء غير منقوطة سبق بحرف مفتوح. أحسنتم. عزيزي الطالب، أعلم أن الاسم المنقوص تبقى ياؤه إذا كان معرفا بأل، مثل القاضي. تبقى ياؤه إذا كان معرفا بأل أو نكرة في حالة النصب، ساعيا. أحسنتم. وتحذف إذا كان مجردا من أل نكرة، قاض، ويعوض عنها بتنوين الكسر كما أشرنا، قاض، تقدر على آخره حركة الإعراب في حالتي الرفع والجر، سواء كان معرفا بأل أو نكرة، وتظهر في حالة النصب، سواء كان معرفا بأل أو نكرة.
رابعا عزيزي الطالب، ما إعراب الاسم المنقوص؟ ما إعراب الاسم المنقوص؟ ما الإجابة؟ نفكر قليلا. الاسم المنقوص يرفع بضمة مقدرة للثقل، ينصب بفتحة ظاهرة، يجر بكسرة مقدرة للثقل. أحسنتم عزيزي الطالب، ما إعراب الاسم المنقوص في كل مثال مما يأتي؟ نادى المنادي للصلاة، نادى المنادي للصلاة، ما إعراب المنادي؟ ما الإجابة؟ نفكر قليلا. فاعل مرفوع وعلامة رفعها الضمة المقدرة على الياء، منع من ظهورها الثقل. أحسنتم. قال تعالى: يومئذ يتبعون الداعية لا عوج له. ما إعراب الداعي؟ ما إعراب الداعي؟ نفكر قليلا يا أحبة. مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة. أحسنتم. إذن الداعي اسم منقوص. ما تعريف الاسم المنقوص؟ هو الذي ينتهي بياء لازمة مكسور ما قبلها. الداعي الحرف الأخير ياء وسبق بحرف مكسور. أحسنتم. يتدرب اللاعبون في النادي. ما إعراب النادي؟ ما الإجابة يا أحبة؟ اسم مجرور وعلامة جره الكسرة المقدرة على الياء، منع من ظهورها الثقل. أحسنتم. قال تعالى: وجنى الجنتين دان. ما إعراب دان؟ في الأصل هذه الكلمة داني وحذفت الياء، وحذفت الياء وعوض عنه بتنوين. ما الإجابة يا أحبة؟ نفكر قليلا. خبر مرفوع وعلامة رفعها الضمة المقدرة على الياء المحذوفة لأنه اسم منقوص. ما إعراب الاسم المنقوص يا أحبة؟ هو الذي ينتهي بياء لازمة مكسور ما قبلها. أحسنتم. استمعت إلى داعي الحق. داع، ما الإجابة؟ نفكر. اسم مجرور بإلى وعلامة جره الكسرة المقدرة على الياء المحذوفة. أحسنتم. عزيزي الطالب، ما نوع الكلمة التالية؟ المدني، المدني. الخيارات: الخيار الأول منقوص، الخيار الثاني مقصور. ما الإجابة يا أحبة؟ نفكر قليلا مع بيان السبب. منقوص. أحسنتم. عزيزي الطالب، ما تعريف المنقوص؟ ما الإجابة؟ هو الذي ينتهي بياء لازمة مكسور ما قبلها. إذن نلاحظ: المدني الحرف الأخير ياء وسبق بحرف مكسور. المدني. أحسنتم. عزيزي الطالب، أعلم أن الاسم المقصور هو الذي ينتهي بألف لازمة مفتوح ما قبلها، والاسم المنقوص هو الذي ينتهي بياء لازمة مكسور ما قبلها. أحسنتم. الاسم ينقسم إلى مقصور ومنقوص. المقصور ينقسم إلى ألفه ثالثة يأتي على صورة الألف وعلى صورة الياء، ألفه رابعة فأكثر يأتي على الياء. المنقوص ينقسم إلى قسمين: ياؤه موجودة مثل القاضي، الساعي، الباني. ياؤه محذوفة مثل داع، ساع، دان، وهكذا.
عزيزي الطالب، أختار الإجابة الصحيحة لما يأتي. جاء مصطفى. مصطفى فاعل مرفوع وعلامة رفعه. الخيارات: الخيار الأول الضمة المقدرة، الخيار الثاني الألف، الخيار الثالث الضمة الظاهرة، الخيار الرابع الواو. ما الإجابة؟ نفكر قليلا. مصطفى فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة المقدرة. أحسنتم. رأيت قاضيا. رأيت قاضيا. قاضيا مفعول به منصوب وعلامة نصبه. الخيارات: الخيار الأول الضمة المقدرة، الخيار الثاني الألف، الخيار الثالث الفتحة الظاهرة، الخيار الرابع الفتحة المقدرة. ما الإجابة يا أحبة؟ نفكر قليلا. الفتحة الظاهرة. قاضيا مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة. أحسنتم. تعلمنا اليوم الاسم ينقسم إلى قسمين: مقصور ومنقوص. الاسم المقصور يرفع وينصب ويجر بحركات مقدرة. الاسم المنقوص يرفع ويجر بحركات مقدرة وينصب بفتحة ظاهرة. هذا هو درسنا اليوم، وإلى لقاء قادم بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.